شراء عثمان رضي الله عنه بئر رومه لما قدم المهاجرون المدينه استنكروا الماء لملوحته وليس بالمدينه بئر يستعذب الا رومه وكانت لرجل من اليهود وقيل لرجل من بني غفار عين يقال لها رومه وكان يبيع منها القربه بمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومه بخير له منها في الجنة رواه الترمذي بإسناد حسن، فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه بماله الخاص وسبلها للمسلمين. زيادة الصلاة لما فُرضت الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج كانت كل صلاة ركعتين إلا المغرب فكانت ثلاث ركعات رواه البخاري. فجاء الوحي بزيادة ركعتين لصلاة الظهر والعصر والعشاء. فصارت اربع ركعات لكل منها وثبت الامر على ذلك حديث في فضل بني سلمه اراد بنو سلمه بكسر اللام ان يتركوا ديارهم وكانت في اطراف المدينه بعيده عن المسجد النبوي حتى يقتربوا من المسجد النبوي فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعرى المدينه فنهاهم وقال يا بني سلمه دياركم تكتب اثاركم فثبتوا في منازلهم رضي الله عنهم متفق عليه